انا كنت بلعب في المصري. ايوه. وفي الفتره اللي انا كنت بلعب فيها في مصري كان يعني كنت في فورمه غير عاديه، يعني اعمل كوره كده تيجي جون. انا لعبت مع المصري 24 مباراه جايب 17 جون، واخد كاس مصر قبل نهائي افريقيا تاني دوري في الفتره دي. يوم ماتش الزمالك انا طلبت من الاداره ان انا ما العبش، مش قادر، مش قادر العب فعلا، اقسم بالله العظيم. قلت لهم انا مش عايز العب. قالوا لي ايه؟ قلت لهم انا ما اقدرش اشوف الزمالك مغلوب، والله العظيم الكلام ده حصل مني. فمستر مايكل كروجر جه قعد معايا وقعد قال لي لا ده لازم تلعب والجماهير المصري وبتاع. قلت لهم جماهير مصر عارف ان انا زملكاوي، انا مش هعرف ابقى منافق، يعني مش هقدر. لدرجه ان انا في الشوط الاولاني بعد ما نزلت المباراه في كره عملتها فكان في جون في الزمالك، فعملت عارف يعني رجعت ورا. فمشيت رحت نزلت على غزل المحل، رجعت على غزل المحل، لعبت السيمي فاينل كاس مصر غزل المحله مع الزمالك، وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش يعني على الزمالك. على الزمالك وفرص كتير جات لي ان انا هدف والتوفيق ومش يعني قلبي ما يعني التوفيق ولا قلبي ما طوعنيش، جات لي فرص فعلا اللي هو قلبي يعني ما طوعنيش. جالك فرص وانت ما حبيتش تحدث؟ جالي فرص لدرجه ان انا كنت بلعب ساعتها مركز مع بعضينا لدرجه ان انا جالك فرص، جالي فرص وما قدرتش، لدرجه ان انا ساعتها كنت بلعب على كابتن ابراهيم حسن. في يوم واحده قلت له شيل، يعني في يوم واحده عارف انت اللي هو ايه، انا خلاص يعني لازم انت احط، بتقول لي كابتن ابراهيم شيل وانت بتلعب ضده شيل يعني الله ينور عليك. الزمالك بيخش فيك على طول؟ ببقى من جوايا كده ببقى مبسوط. تبقى انت زملكاوي ولا الكاوي ولا ايه؟ والله لما يخش فيك هدف من الزمالك عادي؟ لما يكون بس محتاج دوري ولا حاجه كده واحنا في الامان 100 100 مفيش مشاكل يعني. مفيش مشاكل. حصلت معايا مع كابتن حسام ساعتها كان بس انت جريء قوي على الهوا بتقول الكلام ده. لا عاد ما بكسفش ما بخافش من حاجه. فكان الكابتن حسام ساعتها مش عارف راجع من وقف ايام حسام حسن ايام كان في الزمالك ولا لا في الزمالك اوتوفستر وكده. فراجع بردك من وقفه ومش اصابه حاجه زي كده، كسبهم الحدود في الحدود 1-0 ورجع. كان عندنا مباراه المحله في المحل، هو بردك المحله والزمالك كان مش عارف مين اللي رفعه من ناحيه اليمين فطار عليها بدماغه وحطها بدماغه في الزاويه ده وكتر معاه حضنته بعد ما جاب الجول. لا انا من جوايا وبعد كده اتقلقت في الماتش، لو جبت الماتش خلص 1-0 يعني خلاص الحمد لله الزمالك، بس عملت ماتش كويس. ماتش كويس يا راجل، انت كنت عايز تحضنه؟ لا انا من جوايا بقى. عمل لك ماتش تاني؟ عملنا ماتش تاني، عملنا التذكره شامله للاستاد برضه مع نادي الزمالك. كان نادي الزمالك لما جه اكرمنا في الماتشين احنا جاملناه في بطوله الدوري بتاع جاملتوه جاملناه طبعا ما حدش يقول كده جاملناه يعني يعني جاملناه مش فيه الا لدرجه ان مدير الامن انا قاعد جنب مدير الامن فلقى اليافط مبروك يا زمالك قبل الماتش فقال لي كابتن سيد قال لي يا كابتن سيد الجماهير عاوزه ايه؟ الجماهير عامله كده ليه؟ قلت له ان الزمالك استضافونا ويعني في يعني في صداقه زياده عن اللزوم، راح بايسني. لا عايز يخلص خلاص ما عندوش مشكله خلاص. انا حصل لي موقف في حياتي وانا في بدايتي في الزمالك، كان ماتش الزمالك والمصري. نعم. ماتش الزمالك والمصري. سنه كام؟ سنه 92، الزمالك لو كسب ياخد الدوري، المصري ببورسعيد. انت كابتن رضا كان موجود فيه. فانا كنت ناشئ في الزمالك وموجود معاهم، فهي اتقالت لي كده، قالت لي ان اخوك مصطفى يلعب او ما يلعبش جامد او يسيب الماتش. ده مين اللي قال لك؟ لا ما انا بقول لك ما بلاش ما تدخلناش في السكه تاني. يعني كان حد في الجهاز. في الجهاز؟ ودي كانت المباراه دي سبب مشياني من نادي الزمالك. طب لما رحت قلت لمصطفى بالراحه لا عشان خاطر اخوك الصغير انا بقول واول دوري واخد مكافاه. بص يا اسلام انا قلت له حاجه، قلت له انتوا يعني انتوا مش محتاجين الماتش احنا قابلت الكابتن جمال عبد الحميد، فقال لي كلمه كده حاجه يعني انا داخل عادي انا ناشئ في نادي الزمالك حتى داخل على اللبس بتاع اللعيبه زعلان انا بكلمك بامان، ففوجئت لقيت الكابتن جمال عبد الحميد يقول لي قول لاخوك مبروك عليك الدوري. فانا برضو مش مستوعب يعني عارف انت ازاي. ف يعني ايه مبروك عليك الدوري؟ يعني انت يعني خسرتونا الدوري. المدرب اللي كان طلب منك وقتها انك تتوسط او تروح تكلم مصطفى تاني؟ قال لك ايه بعد الماتش؟ مشيت من الزمالك. احنا خسرنا الماتش ده عشان مجلس اداره هو اللي خسرنا. يعني مجلس اداره كان عندنا ماتش الاهلي وبعد الاهلي في القناه. احنا لو كسبنا ماتش المصري ده واتغلبنا من الاهلي هناخد يعني الدوري برضه. احنا ما فوقناش الا لما شطت الكوره بتاعت كابتن مصطفى جت جون. فوقنا جالنا بنالتي فده بره الاتفاق. بره الاتفاق. فجينا ده مصطفى مش هيخش بورسعيد بقى على كده. لا ما فوقناش الاستاذ اللي حضرتك هو اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. كويس طبعا. في بداية الثمانينات بداية الثمانينات كان في الاسبوع قبل الاخير كان الزمالك
بيلعب في المنصورة اللي هو الزمالك خد فيه بطولة الدوري بسبب الماتش ده. كان في مهاجم في المنصورة اسمه محمود درويش الله يمسيه بالخير. ده في احدى الهجمات من على بوز ال 18 كده بيحاول يلعب الكرة بالعرض راحت منه دخلت يعني راح للجون وكان عادل المأمور متقدم شويه فراح لحقها ونام بيها جوه الشبكه الجانبيه. الحكم عبد الرؤوف المرشدي كان احتسب هدف احتسب هدف للمنصورة هدف مليون المية. الراية قال له تسلل ازاي ما حدش عارف. الايام قامت والدنيا باظت والاحتياطيين بتوع المنصوره نزلوا. الرايه ادعى انه اتضرب وجانا ممدوح مصباح طبيب الزمالك ملأ راسه مارك كروم ولف الشاش وعمل وكان حصل ايه واتهموا محمد الهادي 37 دوري اتهموا محمد الهادي اللي هو نجم المنصورة القديم رئيس نادي السنبلوان حاليا بانه ضربه بإزازة الكوكاكولا وفتح له راسه واتشطب او اتوقف محمد الهادي لمدة عام كامل. الزمالك كان في ترتيب اول ويعني نصب عينيه كده لبطولة الدوري. كانت اول سنة يروح حسام وابراهيم حسن والجماهير متلهفة لبطولة الدوري. الشوط الاولاني مقاولين دغدغ الزمالك بلغة الكرة كده وفي الدقيقة يمكن 42 حسبت بنالتي على الزمالك. بقرايه المقاولين رامي جه يعدي رامي سعيد وراح وكان فيه مدافع قلب دفاع حسام عبد العال على خلاص سافر بنالتي وانا قلت انا قرار انا معتز بيه جدا يعني يا دوب خارج نهايه الشوط الاولاني خارج عرض اللبس لقيت الحجر ده جاي طبعا الملعب كله مقاولين لغايه النهارده ما عندوش جماهير يعني فيعني تقصد ان كان جمهور الزمالك هو يعني استحاله يعني يكون مقاولين مقاولين كان واحد جايب خطيبته اللي قاعدين في المدرج يعني اللعيب جاب خطيبته وواحد جاب والده فجماهير الزمالك كلها يعني انا دخلت وصممت وان خدت قرار بالغلب ان المباراه لن تستكمل لكن كان حجر كبير انا صممت على الغلب المباراه وما كانش يعني يراودنا ادنى شك ان المباراه هتتعاد يعني ما ظنتش ان المباراه دي يعني هتنتهي كده وتحتسب لنادي المقاولين لكن ليه ما كانش عندك خلاص احنا مين بنحكي مين المدار يعني المدار بالغاء المباراه الزمالك لا يعني خلينا احنا المقاولين كان متقدم فهو اللي المفروض لو اتلغى انا اتصور انا يعني كنت اتصور ان المباراه هتحتسب للمقاولين لكن فوجئت بعز المباراه شعرت بالظلم باعاده المباراه حسيت ان حقك يعني احيانا انك يعني اللي اعتدى عليك جاله حق وانت ما جالكش حق ده اللي انت حسيته يعني المخطئ استفاد من خطئه يعني المخطئ اعتقد في نقطه قانونيه هنا في القانون في الحقوق في كده وفي الكوره حتى كده المخطئ اللي يستفيد من خطئه لكن انا يعني كنت اتمنى ان المباراه تصير طبيعيه والمقاولين ياخدوا حقهم للاسف اعيدت فاز الزمالك اعيدت وفاز الزمالك وخد الدوري زمان حكام الافارقه كانوا بييجوا يقعدوا معانا قبل المباراه احنا عايزين ايه؟ انت بتتكلم جد يا كابتن خلاص بقى انت بتقول يا كابتن تقول حاجه صعبه جدا يا كابتن والله صعب بتكلم بجد الحكام الافارقه ده بيجوا لنادي الزمالك مش احنا بس احنا وانديه ثانيه كانوا الحكم اول ما يجي عايز يروح بورسعيد اسمع بس اسال بتوع بورسعيد عايز يروح بورسعيد يعمل شوبينج ماشي وبعدين ينزل عايز حاجات تانية يشتريها من القاهرة ماشي مش عارف عايز ايه حاضر ماشي اهو كويس تمام فيجي بقى الـ 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 تيجي الـ 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 الاجتماع اللي هو بتاع المباراة الاجتماع الفني فانا بقى بصفتي لكابتن النادي فكنت بقعد فهو الحكم يقول لي مباراة مثل في مصر فيها مثل 50 60 70 80 الف متفرج بيتفرجوا فانا بقعد اتكلم مع الحكم يقول لي الحكم يقول لي انتوا لو عايزين ضربه جزاء نديكم ضربه جزاء مش عارف ايه بس ما يبقى يعدي ربع ساعه الاولانيه ما بقاش من بدري كده يعني والزمالك والله والزمالك في فتره كده كان في حكم لا داعي لاسمه واحنا في الزمالك هو كان زملكاوي كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه اقع في ال 18 يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده ولو اتكلمت انا هطلع لك انذار قول تعالى اقف والله اقف تقف يقول لك ايه خش ال 18 ارمي نفسك ورع جمال عبد الله خطفها حماده المصري واعترضوا وفي صفاره مرشدي بيقول ما فيهاش حاجه قادرين والرايحين وقدام ياخدها رضا برزكاري وهشام ياكل مش من هشام ياكل والكره عاود لعبها عادل مأمور حسام حسن
الارضيه. يعدي صديق يعدي عمرو انما مصفر الحكم فاول على عمرو انور. عصام مرعي بيفوت العلي باهر بيلعبها بالعرض ضربة جزاء بيدي الحكم الدولي فاروق المحلاوي في اعتراض كبير جدا من لاعبي الترسانة هنشوفها اهي مرة تانية اهي طبعا الصورة واضحة الحكم بيدي ضربة الجزاء اللاعبين طبعا متنرفزين ودي الظاهرة الجديدة هنشوفها مرة تانية ادي عصام مرعي وهنشوف بيلعبها ازاي عالية وتفوت طبعا بقول الصوره واضحه مش عاوزه تعليق كابتن مدعو فتح لازم بيبعد اللاعبين على اساس انهم يستأنفوا المباراه لانه طبعا انسحاب فريق من المسابقه اعتقد انها قاسيه جدا ستكون العقوبه مش هبوطه درجه لا هبوطه درجتين طيب 13 دقيقه شايف جمال عبد الحميد هو اللي هيلعب ضربة الجزاء سام يوسف واقف وجمال عبد الحميد داخل وبيصوت معها سام يوسف وتطلع بره الملعب ضربة ركنية ادي تمشي تشيكا جول والله اوه وبعدين شيكابالا ضرب غطس وضحك عليهم كلهم